مجلس النواب يحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ويخول المحافظين كل الصلاحيات لإدارة شؤون محافظاتهم. زعيم حزب الجماهير الوطنية يقف مع المطالب السلمية للمتظاهرين ويدعو إلى مؤتمر عشائري موسع لحماية استقرار العراق. محافظ صلاح الدين يطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في ملف الألغام بقضاء بيجي لتسهيل عودة الحياة الإنسانية إليها. ومراسلو قناة صلاح الدين يرصدون الحياة الطبيعية في بغداد وتظاهرات تختفي في ساحة النسور وتتركز في التحرير.